إذا كنت بالسوق عم بتدور على سيارة بفئة الـ SUV المتوسطة، فلازم تتعرف أكثر على السيارة اللي معي اليوم، وهي رينو كوليوس. الكوليوس بهاي الفئة طبعاً عم تتنافس مع سيارات مثل التويوتا راب 4 والهوندا CR-V، وطبعاً مع السيارة اللي بتتشارك معها الكوليوس بالشاسي والمحرك، وهي النيسان إكستريل. طبعاً هذا التشارك عم بيجي بسبب الشراكة بين رينو ونيسان، واللي يمكن أختصرها لكم بأنه رينو بتملك حصة بتوصل ل 43% من أسهم نيسان، وبنفس الوقت نيسان بتملك حصة بتوصل ل 15% من أسهم شركة رينو. يلا خلينا نتعرف أكثر على الرينو كوليوس ونشوف كيف تتميز عن باقي المنافسين بهاي الفئة. وكالعادة لا تنسوا أن تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشاهدوا آخر تجاربنا. في شغلتين برأيي عم تتميز فيها السيارات رينو حالياً، أولاً التصميم الخارجي، وثانياً كمية المواصفات التقنية اللي عم نحصل عليها بأسعار منافسة جداً، وهي طبعاً نفس المعادلة اللي استخدمتها الشركات الكورية بالسنوات الأخيرة. فالكوليوس عم نحصل عليها بسعر ابتدائي بيوصل ل 81,900 درهم، وبنحصل على نسخة الفول أوبشن اللي معنا اليوم وهي الـ LE ب 114,975 درهم. عم تحصل الكوليوس بجيلها الثاني على نفس لغة التصميم اللي عم نشوفها على باقي سيارات رينو حالياً، مثل التليزمن أو الميغان اللي اختبرت لكم إياها من فترة قريبة. وهذا التصميم فعلاً عم بيعطي الكوليوس تميز عن باقي المنافسين بهاي الفئة، فهو عم بيعطيها طابع فخم أكثر من برا، وكمان عم بزيد من إحساسك بحجم السيارة الأكبر من الخارج. هذا التصميم طبعاً عم بتميز بمقدمة السيارة وشكل المصابيح الأمامي يلي عم بيجوا معانا بالكوليوس LE، مصابيح LED بالكامل مع إضاءة نهارية عم بتميز سيارات رينو حالياً. وأيضاً عم تتزين النسخة LE من الكوليوس بالكتير من الكروم بكل بودي السيارة خاصة بالمقدمة، وأيضاً خط كروم بالجانب عم تمتد من المصابيح الأمامية ليوصل لهاي الفتحة على جانب السيارة، واللي هي مش فتحة حقيقية بس هي قطعة بلاستيك للزينة بس. ونسخة LE كمان عم تيجي مزودة بجنوط من لونين بقياس 18 إنش. ومن الخلف كمان عم نحصل على إضاءة LED عم تمتد بتصميمها لتوصل تقريباً لشعار رينو بمنتصف السيارة. ونسخة الكوليوس LE عم تتزين بهذا الكروم بالأسفل اللي عم بياخد شكل أكزوست ثنائي، طبعاً هو مش حقيقي وعبارة عن قطعة بلاستيك مسدودة مثل ما احنا شايفين. الكوليوس عم تيجي مع صندوق أمتعة جيد بالحجم ولكنه مش الأكبر بهاي الفئة. ونسخة LE عم تجينا مع باب للصندوق كهربائي تقدر تفتحه من المفتاح أو حتى بدون استخدام إيديك على الإطلاق. اي انا هلا بخلص تصوير وباجي لعندك فورا. لا هذا مش موبايلي الجديد ولا حتى ماوس جديد لللابتوب تبعي، هذا هو مفتاح رينو كوليوس واللي رينو مصمم تعطينا اياه بهذا التصميم وهذا الحجم بكل سياراتها، مع انه هو فيه 4 أزرار بس بالخلف. بتمنى من رينو بالسنوات القادمه انه تعطينا مفتاح عادي، لانه هذا المفتاح لا بتعلق باي علاقه مفاتيح ولا بوسع باي محفظه ولا له مكان مخصص بالسيارة. الكوليوس LE عم تحصل على تصميم داخلي ونوعية مواد بخليني أقول إنها فعلاً تفوقت على شقيقتها النيسان إكستريل، مع كراسي جلد كهربائية مريحة جداً واستخدام لمواد طرية وجلد بأنحاء المقصورة. وراح يلفت انتباهك مباشرةً بالتصميم الداخلي للكوليوس LE هو شاشة اللمس العمودية بمنتصف التابلو. وهذا بيقودنا لأحدى ميزات الرينو كوليوس الفول أوبشن، وهو كمية الميزات والمواصفات اللي عم تحصل عليها بسعر 114,975 درهم. فشاشة اللمس هاي اللي عم تيجي بقياس 8.7 إنش مزودة بنظام R-Link 2 من رينو، مع طبعاً نافيجيشن ونظام اتصال بلوتوث
وصفحات رئيسية بتقدر تخصصها بالويدجتس اللي انت بتحبها، والسيارة كمان عم تيجي مجهزة بنظام تكييف كلايمت كنترول ديول زون. طبعا عندي تعليقين عليه، اولا انه لما اعطونا هاي الازرار للتحكم بدرجات الحرارة هون على التابلو تركوا منتصفهم قطعة بلاستيك، كان ممكن يستغلوهم ويعطونا شاشة هون بتظهر درجة الحرارة بدل ما اشوفها على شاشة اللمس، وكمان لتقدر تتحكم بقوة المروحة بهذا التكييف لازم تدخل على لائحة التكييف بشاشة اللمس وتتحكم فيها مباشرة من شاشة اللمس، وكمان لتطفي وتشغل نظام التكييف نهائيا كمان ما بتقدر تعمل هيك إلا من شاشة اللمس. وأسفل أزرار التحكم بالكلايمت كنترول عم نحصل على أزرار تشغيل التبريد والتدفئة لمقاعد الجلد، زر تشغيل نظام الإيكو لقيادة السيارة، وزر تشغيل نظام الركن الأوتوماتيكي بهاي السيارة الفول أوبشن، واللي جربته كذا مرة ولقيته دقيق جدا، خاصة إنه السيارة فيها حساسات بالأمام وبالخلف مع كاميرا خلفية، وفي حركة حلوة عملوها إنه لما السيارة تحس بأي عائق حوالينها فالتنبيه وصوت التنبيه عم بيجي من السماعات اللي هي بجهة هذا العائق. ومنتابعة مع المواصفات في السيارة عم تحصل على باركينج بريك كهربائي أوتوماتيكي، وأيضا فيها نظام كروز كنترول لتثبيت السرعة ومحدد سرعة سبيد ليميتر، والسيارة اللي معنا فيها سقف بانورامي كامل. وأما بالنسبة للوحة العدادات فهي عبارة عن شاشة رقمية موجودة أمامك تقدر تتحكم بشكلها وتخصص المعلومات الظاهرة عليها من شاشة اللمس، وأزرار موجودين على المقود، وكمان على المقود عندنا زر الأوامر الصوتية وأزرار للتحكم بنظام الكروز كنترول. ومثل أي رينو فأزرار التحكم بالنظام الصوتي واللي هني عم بيجونا بالكوليوس LE من شركة بوز عم بيجوا مخفيين وراء المقود بوضع غريب بأي رينو، وهم عبارة عن 7 أزرار. الطريقة الوحيدة اللي استخدمهم وانت عم بتقود السيارة انك تحفظهم، لان الطريقة الوحيدة اللي فعلا تشوفهم هي انك تلف الستيرنج هيك وتشوف مواقع الازرار المختلفة، فلازم تحفظهم لتقدر تستخدمهم وانت عم بتقود السيارة. ولأكمل لكم المواصفات اللي عم نحصل عليها بالكوليوس LE Full Option فهي عم تيجي بتنبيه بالنقطة العمياء واكياس هوائية موجودة بالامام وبالجانب بالامام وبالخلف. واستفادت الرينو كوليوس من المساحة الموجودة بالخلف بالإكستريل لصف مقاعد ثالث، وأعطت الركاب بالخلف مساحة كتير كبيرة ومريحة، وأيضاً عم بحصل على فتحات تكييف ومخرجين لشحن الموبايل بالخلف. قيادة الرينو كوليوس لتنقلاتك اليومية مريحة جداً، مع خفة ملحوظة بمقود القيادة بتخلي مناوراتك داخل المدينة سهلة كتير، وطبعاً مع كراسي الجلد المريحة فسفرياتك على الطرق الطويلة كمان راح تكون مريحة جداً. يعني بالمختصر هي كل شيء بتتوقعه من سيارة SUV بهاي الفئة، لكن اللي ما تتوقعه انه هاي السيارة تفاجئك بقيادتها. فمحركها اللي عم تتشارك معه طبعا مع الاكس تريل واللي هو 4 سلندر 2.5 لتر عم بيولد 170 حصان وعزم بيوصل ل 233 نيوتن متر. هذا بدفع السيارة للتسارع ل 100 كيلومتر بالساعة ب10 ثواني. وكمان ضيف لهيك انه السيارة عم تيجي محركها متصل بجير CVT Continuous Variable Transmission او جير تعشيق مستمر، ومثل ما تعودتوا علي اكيد مش عاجبني، انا لسه بفضل اي جير اوتوماتيكي على اي جير CVT جربته لهلا. ليش؟ لانه بمجرد ما انت تحب تتسارع بالسيارة تسمع هذا الصريخ اللي جاي من المحرك، بصير صوت المحرك كتير عالي وفعلا مزعج، وتبديل السرعات بصير كتير 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 بطيء وبياخد وقت كبير. لكن هذا ما بيعني انه CVT عم بيساعد الرينو كوليوس انها توفر بالوقود، فالرينو كوليوس عم تصرف 8.3 لتر من الوقود بكل 100 كيلومتر. ولأضيف لكم كمان على المواصفات الموجودة بالكوليوس LE في عنا زر لتغيير وضعيات الدفع الرباعي بين دفع أمامي أو دفع رباعي دائم أو دفع رباعي أوتوماتيكي بيوزع القوة بين العجلات الأمامية والخلفية، وهذا يمكن يساعدك أنه تاخذ الكوليوس شوي أوفرود. خليني أرجع أسمعكم شو CVT بيعمل لما تتسارع بالسيارة. بطلوا تعطوني سيارات فيها CVT.
الرينو كوليوس عم بتغطي كل اللي بتحتاجه من سيارة SUV بهاي الفئة، وبتضيف عليه تصميم مميز جداً عن باقي المنافسين ومواصفات تقنية ما بتقدر تحصل عليها بسعر مثل 114,975 درهم. أنا بظن أنه الرينو كوليوس لازم تكون من السيارات اللي لازم تشوفها وتختبرها لما تكون عم بتدور على سيارة بهاي الفئة. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا لليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.